من المسؤول يا ليفربول بعد ما يمكن يتابع جمهور فريق ليفربول حال فريقهم بحسرة بعد 11 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذه الحسرة نابعة من خيبة الأمل في انطلاقة هذا الموسم، فليفربول نافس على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب، ولكن لم تشأ الظروف.